صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم. كبائر الإثم التي أشارت إليها الآية الكريمة، الفقهاء غالبا والمفسرون عندهم وجهات نظر في تحديدها في تعيينها، لكن الأغلب أن ما ينتهي إلى الوعيد عليه بنار هذا يعبر عنه من الكبائر، يعني اللي يختم لمن يرتكبها بالنار أن هذا يحكم عليه بأنه إلى النار على الإجمال، وإلا هي إذا ترجع للتفصيلات تفصيلات الأقوال كبيرة يعدون من عدها، يعني من هذه الأشياء التي تنتهي إلى النار الظلم العظيم جن، ويعدون منها الأفعال التي تقارب الظلم في فداحتها وفي بشاعتها وتنتهي بمرتكبها إلى النار، هذه يعبر عنها بأنها كبائر جن. هذه يرتكبونها في واقع الأمر أكو نوعين من الارتكاب، أكو نوع يرتكب هذا اللون من العمل، يعني افرض خارج إرادته، طبعا هذا مو خارج إرادته تقدر تسميه عن مرض، يعني مثلا أكو عندنا اللي نسميهم السادية، يعني فرد شخص يكون سادي يتلذذ بشفك الدماء يظلم عباد الله ويتلذذ بشفك الدماء، هذا أكو عنده حالة، هاي الحالة مخليته خارج إرادته، يعني مو ضمن الإرادة تقريبا، قطعا هذا ما يعاقب، هذا إلى عقاب آخر، لأنه الإنسان يكلف بما يستطيعه، إذا شيء خارج عن استطاعته قطعا الله عز وجل لا يكلفه به، شيء اللي خارج الاستطاعة لا يعاقب عليه الإنسان. أكو حالات يكون خارج الاستطاعة الإنسان لا يعاقب عليها، إذا ثبت أن هاي الشادية نعم تسلب اختيار الإنسان. ولهذا احنا نعرف دائما أكو عندنا نقاش بين المذاهب الإسلامية اللي تقول أن الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد، زين خلقكم مو وما تعملون، فهو الذي يخلق الذنب عند العبد، إذا كان الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد كيف يعاقبه على ما خلقه؟ ما يصير،
إذا المفروض أن الله خلق عند طبيعة السرقة، ليش يأمر بقطع يده وليش يعاقب على السرقة؟ فقطعا العبد مخير، يملك اختيار بوسعه أن يعمل هذا أو يترك هذا. إذا كان يملك الاختيار هذا هو محل العقاب. أما لا، إذا الإنسان أكو عنده مرض وهذا المرض يصل بي تقريبا إلى حد درجة سلب الاختيار، هذا خارج ما ناقشه. لكن أكو ناس لا، يرتكب الظلم باختياره. يعني شلون يرتكب الظلم باختياره؟ أنا أضرب لك مثل، سنة 145 من الهجرة صارت حركة ضد المنصور في خراسان. طيب هاي الحركة اللي صارت ضد المنصور جرد لها المنصور الدوانيق حملة، هاي الحملة اللي جردها تولت قتل جماعة هناك. شقد الإحصائية، إحصائية القتلى بهالواقعة؟ شكدر تتصور بهالواقعة كان أكو إحصائية للقتلى؟ كان إحصائية ضخمة، يعني أغلب المؤرخين يقولون القتلى 70,000، نبه لي، وأخذوا أسرى 10,000 من الأسرى. 70,000 قتيل يومية ترفع إلى القوائم أن إحنا اقتلنا هالكثر وهو يوافق. شو تسمي هذا اللون؟ ها، هذا اللون من الظلم بهالدرجة، من الفظاعة، الاستهانة بشبك الدماء، هذا قطعا بدوافع، دوافع ما كانت دوافع أفرض خارج إرادته. لا بالعكس، دوافع باختياره، هو يملك أن يأمر وينهى ويقول هذا صح وهذا خطأ ويجرد حملة أو ما يجرد حملة. هذا مثل هذا، هذا اللون من الظلم قطعا مصيره النار. يعني الله عز وجل ما يسمح لشخص من هالنوع يجي إلى عباد الله يشفك هذه الدماء، هاي الدماء الهائلة. وشلون الغريب أن هذا الرجل عجيب، كان عنده إصرار عجيب غريب، يعني على أن يشفك الدم ويريد يدور له، بس فرد يدور له مثلا، ودى وراء الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له هذا المعلى ابن خنيش غلامك، شنو دا يجمع لك أموال؟ هاي الأموال نعم يأخذها من الناس، عندك محاولة لتدبير انقلاب، يعني عندك محاولة لتدبير حركة؟ قال للإمام لا، ماكو من هذا شيء اللي تقوله، أنا أبدا ما عندي من هذا شيء أبدا. قال له تحلف؟ قال للإمام أحلف بالله عز وجل أن ما عندي من هذا شيء. قال لا، تحلف بالطلاق والعتاق؟ قال له هذا حلف، أنت يعني تأبى أنا نحلف بالله؟ شنو الطلاق والعتاق؟ تجي تحلفني بأنداد لله بأصنام؟ أنا أحلف لك بالله أن هذا المعنى ما عندي منه شيء. قال له لا تتفقه علي. يقول له للإمام، قال له وأين تذهب بالفقه عني؟ وهل خرج الفقه إلا من بيتي؟ أنت شنو تقول لي لا تتفقه علي؟ ما معنى بأي معنى؟ أنا الآن تسألني تقول لي تقسم؟ أقول لك أقسم، أحلف على هذا. قال له احلف ماذا؟ قال له أحلف بالله العظيم. قال له بدون أن تحلف أنا الآن أجيب لك اللي حمل عنك الخبر، يعني الاستخبارات اللي جابت عنك المعلومات راح أواجهك بها، هذا العنصر اللي جاب هاي الإخبار إخبارية. قال له جيبه. أمر به فأدخل، أجلسه أمام الإمام. قال للإمام أنا أجمع الأموال. قال له بلى، وابتدأ يريد يحلف. والله العلي العظيم. قال الإمام لا، على رسلي مو هذا. قال المنصور لماذا؟ قال له أنا أطي صيغة خلي أحلف بها. قال له قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي دون حول الله وقوته، إن كنت كاذبا احلف بهذا، ويمين الصادق عبادة،
توقف. قال للمنصور احلف، لابد من حلفك بهذا. يقول المؤرخون، والمؤرخون الواقع مو بس من مؤرخ الشيعة، لا من مؤرخ غير الشيعة، يقول لما بدأ يحلف بدأ يتضاءل، لم يتم حلفه حتى سقط ميتا، سقط ميتا. فالتفت المنصور على أثرها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له لا أصدق عليك قائلا بعد هذا، إذا تحب تروح إلى أهلك. بس صور أن هذا مرار معددة، يعرف أن مو من منهج الإمام التحرك، بس على طول يعني لا يترك، لأن هذا الرجل كان عنده فد مزاج عجيب غريب، مزاج. تتأمل مثلا هو ايش كان يقول، يقول أنا سلطان الله في الأرض، يعني قوة الله بالأرض متجسدة بي، أنا اللي أمثل سلطان الله وإرادة الله وقوة الله. يعني تلاحظ أنت التاريخ يحمل على لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر التاريخ الحديث والتاريخ القديم يحمل عليه، لأنه قال أنا الدولة، أنا أمثل الدولة، ويحمل مثلا على الكنيسة وعلى الإمبراطور، لأن الإمبراطور أخذ حكم الأرض والكنيسة أخذت مملكة السماء، اتقاسوا. قيصر، قيصر أخذ حكم الأرض والكنيسة أخذت حكم السماء، احتكرت. يحملون عليها الفكر الحديث والقديم يحمل عليها، وعلى لويس الرابع عشر لأنه قال أنا الدولة. وإن كان الكلمة هي مو للمنصور، يعني سبقه بها معاوية، معاوية صعد على المنبر قال المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت، أي الأموال هي لله تمام، بس أنا اللي أمثل الله، أنا اللي أمثله، فبكيفي أريد أعطي أو أمنع، أنا أعرف المصلحة وين، إما أن أعطي أو أمنع، المال مال الله وأنا خليفته، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. الكلمة إله، أي إلهم. ولا تتصور يعني أن هذا أصبح مفهوم من المفاهيم الاعتيقة، لا، عايش إلى الآن، إلى الآن عايش هذا المعنى الآن. تفضل الآن كثير ممن يحكم أكو داير مدايرة حاشية تافهة، تألها، تعطي ألقاب الإله، تعطي مكانة، مكانة التأليف، نعم موجودها إلى الآن. فمنك إجت العبارة، المنصور يقول أنا سلطان الله في الأرض، أنا شخصيا اللي أجسد إرادة السماء بالأرض. وكان يتحسر على شنو، يقول هو هذا نفسه المنصور، يقول الملوك ثلاثة، معاوية وقد كفاه جياده، الملك الأول معاوية واللي خدم وكفى مهماته وطد للحكم وجعل أرضية صالحة للدولة جياده، زياد ابن أبيه، قال هذا يعني رجل حصل على زياد وزياد كفاه مهماته، هذا الملك الأول. والملك الثاني عبد الملك وقد كفاه حجاجه، الحجاج ماله، نعم كفى وطد للحكم وطد للرئاسة وشوال أرضية صالحة بعد. والثالث أنا، وليس لي كافئ، ما حصلت على واحد يكفيني، متحشر يريد لفدوى حجاج، يكفيه، يضرب الأعناق ويشفك الدماء، ليش ما عنده واحد مثل زياد، ليش ما عنده واحد مثل الحجاج، ما انت يكفي، انت يكفي، يكفيك انت، انت كافي، ما تحتاج له. قلت لك معركة واحدة 70,000 بخراسان وبضعة 10,000 أسير، وهذا أبو سلمة الخلال اللي كان يعبر عنه بأن وزير آل محمد، أبو سلمة الخلال، اللهم صل على أبو سلمة، قالوا له أنت من الطب، إحنا ملاحظين أن المنصور يستقبلك
ويرحب بيك ويجلسك إلى جانبه ويقبل عليك، بس شايفيك تطلع من عنده وشك أصفر، ها؟ خائف، ترتعد، ما الخبر؟ ليش الشكل؟ قالوا أنا مثلي ومثلكم كمثل ديك وصقر تناظرا. الصقر يقول للديك ما أقل وفائك لأهل بيتك، الناس يجيبوك ويعطوك طعام ويخلوا لك ماء يحطوك في بيوتهم وانت تتعبهم، نعم تقفز على هالسطح وعلى هالسطح ما مريحهم، بينما أنا يجيبوني يخيطون عيوني ويحطوني في مكان محبوس وما يطعموني إلا القليل، ثم يهدوني على الصيدة أتعب أتعب إلى أن أحصل عليها يأخذوها من عندي، ها؟ وأنا أبقى ما أكل شيء، ويفرق بيني وبينك. قال للديك ذهبت عنك الحجة. قال وكيف؟ قال لي تطبيت فد يوم على بيت هذا من بيوت أهلك، شفت لك فد 20 صقر حاطيها بصيخ يشون بها على النار. قال لا، قال لي أنا يوميا أشوف المنظر هذا قدام عيني من إخواني ذا بعيوم حاطيهم على النار يشون بيهم، ها؟ تريد من عندي أبقى مستقر؟ شون أنا أبقى مستقر؟ أنا ما أهدأ، ها؟ قالهم أنا هكذا، تتصورون المنصور يستقبلني؟ ما تعرفون داخل بيته شكو هذا، ها؟ هذا داخل بيته مجزرة، يومية مجزرة، الأعناق تضرب والسيوف تشتغل. فعلا كان شفاف للدماء متغطرش، فكان بها الدرجة. يقول ثلاثة الملوك ذولا حصلوا اثنين يكفوهم، أنا ما حصلت لي واحد يكفيني. أرجوك هذا اللون من الظلم هذا مصير نار، بس هي لا، كلما نضجت جلودهم حتى تعرف أنت. يقول واحد العقاب إيقاع العقاب مرة واحدة كافي، إيقاع العقاب مرة واحدة كافي شلون؟ شو مسوي هذا موت لدنيا، موت لعالم، مو قصة قتل واحد، لا قتل شعوب بكاملها. إيه هذا تنتظر أن الله عز وجل يعاقبها حتى تعرف سر الآية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب، فإذا الكبائر، الشرك، الظلم، نعم يعدوها الكبائر، فرار من الزاحف في حالات معينة، على العموم قضايا يعدوها بعضهم سبعة، بعضهم يعدها أكثر، بعضهم أقل، بس هذه قسم الذين يجتنبون كبائر. هالكبائر هاي مال الإثم، زين. والفواحش، الفواحش شنو؟ الفواحش هو ما تفحش، ما خرج عن الحدود الطبيعية، اللي منها اللي عليها حد، اللي منها الزنا. نبه لي، زنا فاحشة، مو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. طيب هذا ليش عليه حد وليش الله عز وجل يأكد عليه؟ لأن هذا يستهدف أقدس مؤسسة بالمجتمع وهي الأسرة. لأن الزنا وين يصير؟ ما يصير معلق بالهواء. الزنا بالواقع مو معلق بالهواء، وإنما يتعلق بأعراض الناس، بعوائل الناس. قد يقول لقائل أن انتشار الزنا إحنا لا نلوم به الزاني وحده، لا، لأن المجتمع قد يشترك بها الجريمة. شلون؟ تتنبه لي. يعني الآن أكو عندنا أعراف، أكو عندنا مواضعات عرفية، تقاليد، أشياء تؤدي إلى الزنا، المجتمع اصطلح عليها، فقد حساسيته إجاءها. مثل إيش؟ يعني مثلا أنت لما تخلق جو من الأجواء اللي تنتشر بها الخمرة وينتشر بها الاختلاط باسم فرح من الأفراح أو باسم مناسبة من المناسبات، وخلقت اجتماع بين جنسين والجلسة وضع بها شراب وضعت بها مغريات وتعرضت إلى مفاتن وإلى كشف، ها؟ وانتهى الأمر بطبيعة الحال، هذا جوي مهد للوقوع بالرذيلة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الأجواء الأخرى أنت مو خالق بيها مناعة،
ما أكو عندنا مناعة بالمجتمع ضد المناعة. منين تجي؟ تجي مثلا شاب ترعرع ونهض، بمجرد أن ترعرع ونهض أزوجه. ها؟ ليش أزوجه؟ أولا أخلق جو اجتماعي يساعده، لأن عندنا الآن النظرية بالجو الاجتماعي تقول له لا، الزواج المبكر مو زين، خليك انت لما تبني نفسك ترتب روحك تكبر تخلص دراستك. يجي هذا ما خلص من البكالوريوس مثلا الا عمره 25-30 سنة، زين بعد ذلك اخذ له 2-3 سنين وهيأ روحه، واذا بافضل ايام حياته راحت مو الشكل، وهاي منه اخطر ايام حياته. طيب هذا خلال هالفترة مو خشبة، جاي يختلط قدام الفكرة العارية والجسد العاري والمنظر العاري، طبعا راح يوقع بالرذيلة. احنا جاي نخلق له جو اجتماعي يساعد على الوقوع بالزنا بالرذيلة. ناحية ثالثة، ما اكو عندنا واحد فكر مثلا بمؤسسة اجتماعية مهمتها أن تقضي على العقبات في طريق الزواج. أولا أفرض صندوق للقروض يساعد على الزواج، مثلا مثلا تيسير محل للسكنة، مثلا إيجاد مؤسسات مهمتها رعاية العائلة والأسرة. هاي الجوانب الاجتماعية، هاي اللي عبر عن القرآن الكريم البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ما عندنا من هالمؤسسات، عندنا مؤسسات تساعد على الانهيار على الانحلال، واجت كملها منو بعد كملها؟ كملتها الوسائل الحديثة. الآن الوسائل الحديثة تشعر انت اكو بيها استهداف. شنو الاستهداف؟ الاستهداف الى الانحلال. ابحث عنها تلقى وراها ايدي يهودية غالبا اليهود في نظريا وتطبيقيا وراء هذا الانحلال. وأكد لك اليهود إذا كانوا هم وراء الانحلال، إذا ما أكو قابل ما أكو فاعل. إحنا قابلين، نبه لي شوي زين، إحنا لا نشيل اللوم ندب على عواتق الآخرين. يعني أنا أقدر أمتنع وأقدر أخلي عائلتي تمتنع، لكن يقول لك شيخنا ما أقدر، هذا تيار بعد، أنا هذا طب إلى البيت. طيب طب إلى البيت إيش فعلية؟ نظمة، هذا أكو بيه محطات ما ينبغي أن تنشاف، حاول أن تشرف عليها، راقب ابنك مثل ما تحفظ ابنك من الوباء من المرض، احفظه من الوباء الأخلاقي أيضا. ما قعدنا منها اهتمام بهالجانب ما موجود. فكل الأجواء اللي جين حاول أن ننشرها تساعد على الوقوع بالرذيلة. فنرجع، الزنا من الفواحش تمام، لكنه مقدمات القرآن الكريم الطعن نموذج. شنو هو النموذج؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نبه، يعني المقدمات المفضية إلى هذا البلاء منعوها، لأن الإنسان أول ما يجي عن طريق المقدمات ثم يوصل للنتيجة. حاول أنت هالمقدمة هالذريعة شدها، الوسيلة شدها حتى لا يوصل مو الشكل. هذا قدم كمثال القرآن الكريم، قدم مثال إلى كل وسيلة تفضي إلى الانحلال حرمها، مقدمة الحرام حرام. فإذا كان كذلك ما عندنا إحنا شيء من هذا، ما نعنى بشد هالأبواب اللي تفضي إلى الانحلال، اللي تفضي إلى الرذيلة، اللي تفضي إلى فنجي للنتيجة، نحمل نقول أن الزنا وباء. هذا ما فشت الفاحشة في قوم إلا وكثر فيهم موت الفجأة وقلت عندهم الأمطار. نعم، شوف الله عز وجل يحرم الناس القطر، تكثر عندهم الأمراض، يكثر عندهم موت الفجأة، لأن بعض الأفعال أحيانا يعاقب عليها الإنسان. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، يعني أكو بعض الأفعال هي سبب لإيقاع البلاء على الناس. فنعود إلى الآية،
الزنا من الفواحش، نعم، ونظائر من الفواحش، اللي كل شيء كل جريمة عليها حد هي من الفواحش، سرقة من الفواحش، لأنه هي عبارة عن خروج عن المألوف لتحصيل الأموال، المألوف لتحصيل الأموال الطرق المشروعة، هذا يطلع يتفاحش يبعد عن من عما رسم الله ويروح يأكل مما حرم الله. فكل شيء عليه حد، كل شيء عليه حد، كل ذنب من الذنوب هذا من الفواحش. جد هاي كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، نبه لي والله لهالنقطة. اللمم أكو بي آراء ثلاثة. الرأي الأول أن المراد باللمم ما دون الفاحشة، يعني شلون؟ مثل إيش؟ واحد أفرض قاعد على طاولة في نادي من الأندية وجابوا على هالطاولة خمرة حطوا، طبعا الجلوس على الخمرة احنا عندنا على مائدة فيها الخمرة محرم، زين، هذا ما راد يقوم، ما راد يقوم وش لي أشباب، خاف يقولون هذا رجعي، على شنو خليه يقعد شذو كمل شيء شذو، ما راد يقوم، يعني ما عنده شيء ذاك التحسس الديني اني انا ديني اعز علي من هذا، خلي يقول يقول خلي يقول شيء ما عنده، انا اتمسك بعقيدتي وبديني وأطي فكرة عن أصالتي، حطوا خمرة على هذا المكان أقوم أنا، على شنو أبدا أتحمل ما حرم الله عز وجل؟ هذا لا شاهل مثل ما قلت لك، إما يريد يندمج مع الأجواء أو يريد يأخذ لقب واحد نعبر عنه حديث، ها، وهذا لون، هذا من اللمم، هذا لون من اللمم. جيد، مثلا من اللمم النظرة، الإنسان ينظر هذه النظرة المشمومة، يمر على امرأة وما يعف عن النظر إلى محاشنها أو إلى مفاتنها، وهذا يومية إحنا أكو عندنا إصرار عليه، يعني صدقني أنا لما أحكي بيه مثل واحد ينفخ بحب، ماكو ينفخ لبكوش، أي من النوع، بس علينا أن ننبه، وإلا أرجوك هذا الآن أي دائرة عندنا من الدوائر ما بها امرأة إلى حد ما مكشفة وإلى حد ما صدرها طالع وشعرها وهذا قاعد قبالها من الصبح لليل، شت لحق قلت شنو يعني شنو، بس علينا إحنا النبي هذا اللي علينا، وإلا في واقع الأمر المسألة واصلة إلى إصرار أبدا، يومية هالمنظر أمامه في كل مكان، وبش هذا هو أصبح المتجر، المتجر من المتاجر يصرف بضاعته بالجسد العاري، نعم يجيب له جسد عاري حتى يصرف بضاعته، وهكذا أمل أمامك الحياة تصل إلى مستويات من الانحدار في مثل هالحالة. افرض هذه النظرة تعتبر من اللمم، جن أكو أشياء من هالقبيل، افرض قب إلى واجتمع مختلط ومدت إحدى النساء إيدها إلى وقالت يا شيخ ماشي نسوي إحراج، والله ما أقدر، ما أصافحها مشكلة أصافحها، يا أخي ليش إحراج يعني أنت ليش يعني ليش ما تصير عامل من عوامل إشاعة الفضيلة، يعني صدقني أن إحنا الآن ما عدنا المناعة اللي أراد الإسلام أن يخلقها في نفوسنا، المناعة اللي أراد الإسلام أن يخلقها في نفوسنا ما هي، وجاي توصل لوين؟ جاي توصل حتى إلى درجات ترتبط بوجودنا ككل، نعم لهالدرجة وصل الانحدار، وهذا كله الآن ينتشر عندنا. فعلى العموم أرجع، أكو عندنا هالأشياء واحد تشاهل بيها، لما تشاهل بيها في واقع الأمر الله عز وجل يقول إذا تاب عنها ربك واسع المغفرة، مو معنى يريد يشجعنا على ممارستها، لا هي حرام حرام، لكن لو واحد وقع بيها هاي كأنه المسألة مو من النوع
اللي يؤدي إلى تلمة المجتمع أو يهز كيان المجتمع ممكن الله عز وجل يتجاوز عنه، لأن ما بها ظلم للعباد. طيب، بعضهم يقول اللمم هذا، بعض الفقهاء يقول اللمم هو هذا، هو عبارة عما دون الفاحشة مما يتساهل الإنسان عادة بممارسته. أي نظرية؟ النظرية الثانية، لا، أن اللمم ما يلم به الإنسان مرة واحدة. شو ولا تنبه لي هالنقطة، هاي عندنا عايشة الآن، لكن مع الأسف الفقه الجنائي أفرض ينقدها، إلا أنه ما يرتبون عليها أثر. شنو هي؟ يعني دفرض فرد واحد مو من طبيعة الإجرام، الجريمة مو من طبيعته، لكن غلط له غلطة. شلون غلط له غلطة؟ مرة واحدة هو ما أكو عنده حب للجريمة أو إلى ممارسة الجريمة، بس غلط وقع له وقعة مرة واحدة وما عاودها، بطل عنها، ألم بها وبطل. هالوقعة اللي وقعها ارتكب فدلون من المحرم مرة واحدة ألم به. هاي وين يبحثوها عندنا؟ شوف عندنا من الغلطات، يتفق فرد واحد محترف بالجريمة، هذا اللي عنده احتراف شكل آخر، شغلت الجريمة يطلع شغلت السرقة، هذا محترف. واحد يطلع شغلت شنو؟ الاشتغلال، هذا محترف. واحد لا ولا مرة غلط ووقع بيها وبطل، مو من طبيعته. يختلف هذا عن ذاك. احنا عندنا بالعقاب غالبا مؤسساتنا العقابية تغلط هالغلطة، واحد مرة ارتكب له ممنوع، خالف التشعيرة مثلا، جابوه حطوه بالسجن. وين حطوه؟ يم واحد قاتل، حطوه يم واحد سارق. هذا اذا حطوه بالسجن يم قاتل، القاتل ما يبخل عليه بمعلوماته، يعطيه معلومات، نعم، يتأثر، ينفعل، يبدأ هذا يأخذ منين؟ إذا طب بريء على رسله يطلع مجرم، يطلع من السجن مجرم. احنا نريد من العقوبة أن تردع عن الجريمة، هنا لا، تتحول العقوبة إلى مشجع، إلى معلم، إلى على الجريمة. هاي الغلطة، لأن ما عندنا تصنيف للسجون. لو عندنا تصنيف مثلا للسجون أن هذا غلط لغلطة لنجرح كرامته، أخطأ، غلط لغلطة، كان النبي صلى الله عليه وآله يطب علي واحد يقول له يا رسول الله أنا ارتكبت معصية أقم علي حد، يدير النبي عنه وجهه. بالثانية بالثالثة يقول له إذا بليتم بالمعاصي فتستروا، تما عندك طبيعة مال جريمة، طحت لك مرة ودليل على أنك خير، إجيت تطهر روحك، ليش ما اشترت على روحك أولا وتبت إلى الله؟ أنت إلا في حالات يكون عندك هدف، ذاك الوقت تتعرض إلى العقاب، يكون عندك إصرار. فإحنا الإنسان إذا مر غلط لغلطة لن ورطه، ونجي لين نركز عليه، هيا شارق، هيا كذا، هيا كذا، هيا كذا، لا، غلط لغلطة وحدة لا تحول إلى مجرم. هذا اللمم ما يلم به الإنسان مرة واحدة، إذا ألم به مرة واحدة مو معناه حلال هو، لا، لكن الله عز وجل يمكن أن يغفر له، يقول إن ربك واسع. هنا إذا تاب الله يتوب عليه، لأن هذا ما عنده نية أو إصرار على ممارسة الجريمة أو على ممارسة هذا الفعل من الأفعال اللي تؤدي إلى الانحراف. طيب، هذا النوع الثاني، هذا التفسير الثاني من تفاسير اللمم. طيب، التفسير الثالث للمم، لا، ما ألم به أهل الجاهلية. هاي شنو؟ هاي كأنه تمثل حقبة معينة، يعني أنت ذولا اللي أسلموا في صدر الإسلام من هم؟ الصحابة. منو كانوا؟ كانوا هم أهل الجاهلية. جاهلية منو بها؟ جاهلية يعني المجتمع اللي سبق الإسلام، إجا الإسلام، هذول لما انتقلوا للإسلام
أكو عندهم ممارسات من كانوا بالجاهلية الإسلام ما رتب عليها أثر أبدا، هاي الممارسات اللي من كانت بالجاهلية ما رتب عليها أثر أبدا، ما حاسبهم بيجلهم الإسلام يجب ما قبله، شيء اللي قبل الإسلام خلاص إجا الإسلام أغلق الباب وفتحنا صفحة جديدة، والآن نفتح صفحة من السلوك جديدة. شقد يقول لي واحد هو هذا صار يعني لا ظلت رواسب، أنا ما أريد أقول أن موارد اجتماعية ما ظلت، لا ظلت رواسب. طبت في اليوم وحدة امرأة أنصارية على النبي صلى الله عليه وآله، قالت له يا رسول الله، قال بلى، قالت له هذا زوجها توفى وعند بنات اثنين، اجوا اولاد عمه اخذوا الميراث وحرموا ذني البنات، ودى وراهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعال شنو العمل؟ اخرتم انتم مسلمين وتقرؤون القران، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فانتم شلون بهالمعنى؟ ها؟ قالوا له نحن لا نورث البنات، شنو البنت احنا نعطيها ميراث، شنو حتى نعطيها ميراث؟ هي لا تطلع تقاتل ولا تدافع عن العيال ولا ولا ولا، ما عندها إشهام بالقضايا الاجتماعية، على شنو احنا نعطيها ميراث؟ نبه، هاي رواشد، هاي جاهلية، جاهلية. كان الواحد من عندهم يجي وخلى رداءه وين؟ على ابنة عمه، هاي بنت عمي انا اتزوجها. إن مثلا عند امرأة أبوه متزوج لها امرأة زوجة أبيه يمنعها يعضلها، إذا توفى أبوه يعضلها عن أن تتزوج، شيء يعني رواشب جاهلية كانت وظلت وإلى الآن عندنا جاهلية، إلى الآن عايشة عندنا. شبيه تعال بعض قبائلنا الآن وحقك أكو ناس لما تجي ليه تقول له الشريعة أو قانون، روح شنو شريعة وقانون؟ شريعة وقانون شنو؟ الشريعة وقانون هذا أصلا ما يؤمن إلا بالمقوار اللي عنده، مو الشكل، أكو عنده بندقية يؤمن بالبندقية، هذا حتى لا موجود الآن، يعني تلقى شموس جامع ما يقبل يروض نفسه أب أو بناءه، هاي من الضعف، يعني تظاهر من ظواهر البداوة أن بناء من الضعف أن يحتكم إلى القانون أو يحتكم إلى الشريعة، ما يمكن يحتكم إلى الشريعة، هاي كلها رواشب جاهلية، بقايا الجاهلية إلى الآن تعيش عندنا. فهؤلاء في واقع الأمر اللي ارتكبوا بالجاهلية ولما اجوا للإسلام، الإسلام يجب ما قبل الأشياء اللي عندهم الإسلام محاها وما رتب عليه، وخصوصا يعني حتى موضوع خطر مهم، شنو هو؟ يعني العقود اللي كانت بالجاهلية، واحد لما يتزوج شنو كان عندهم؟ شلون يتزوج؟ ها؟ ماكو يتزوج يعني ماكو عقد، ماكو عقد، كل ما في الأمر وضع باب خباء مقابل باب خباء المرأة، خلاص هذا اعتبر عقد، تزوجها وانتهى كل شيء. ها؟ هذا طبعا احنا ما نقره كمسلمين، لأنه المفروض أن الزواج يتم ولا بد من العقد، عن طريق العقد. في لما اجى الاسلام ما قال لهم للذول اللي اجوا من هالعقد من هالطريقه من هاللون من الزواج، يعني زواج الجاهليه، ما اجى الاسلام نفى قال هذا ابن زنا، لا ابدا، اقرهم لكل قوم النكاح، اقرهم على ما هم عليه. واعتبر ذاك الوقت هو الشائد اللي اقره العرف، والعرف كان هو اللي شائد وهو اللي يعطي مشروعيه لامثال هالعلاقات. فالبعض يحمل اللمم على هالمعنى، نبه لي، يقول اللمم ما ألموا به بالجاهلية، يريد يقولهم أن أنت لا تبقى تحمل شعور بالإثم، أنك بالجاهلية كان عندك الشيء الفلاني راح تعاقب عليه أو لا، لا، يقولهم أنتم بعد أن تبتوا لا تعودوا مرة أخرى، لا تصرون على الجاهلية، لا تبقى عندكم روح الجاهلية. إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم، لا، هذا وخروا، هذا إذا وخرتوا تبتوا الله عز وجل
يتوب عليكم واسع المغفرة، فلا يبقى الواحد من عندكم يشعر بالإثم، لأن هذا عالم راح، تلك أمة قد خلت، ها راحت، إلها اللي إلها وعليها اللي عليها. جد هذا الرأي الثاني، ثم أو الرأي الثالث، ثم انتقلت الآية قالت إن ربك واسع المغفرة. فعلا واسع، يعني العطاء اللي ما يقف عند حد هو وين؟ هو عند الله عز وجل، لأنه إحنا ما عندنا مغفرة بالدنيا. إحنا لما ترجع إلى سلوكنا الواقع ما عندنا مغفرة. شلون؟ يعني شو تشوف واحد الآن خلي يختلف وياك بقضية بسيطة، تعال شوف الأحقاد، وخصوص إذا واحد صاحب سلطة، إذا واحد صاحب سلطة وصرت تخالفه، يعني معنى ذلك أنت خلص بعد، هذا انتهى وجودك بالدنيا، انتهى، لازم ينتهي، تنهى. ليش؟ لون تخالف مو يوقف عبد الملك بن مروان وراء عبد الملك بن مروان، يقول أنا من شنت قبل الخلافة، يقول شنت من أطب، عندي بستان أروح ليه من أطب، أكو جندب، جندب يعني جراد، هذا أكو فد نوع فد حيوان أخضر يصير ما بين الحشيش، يقول هذا لما أشحق لي جندب برجلي قلبه يوجعني، أشعر أني ارتكبت جريمة، قتلت لي حيوان. الآن يقول يكتب لي الحجاج وغيره بقتل الآلاف ولا أشعر بشيء من الإثم أبدا، خلاص يعني أصبح الدم عند بسيط. شنو الشيء اللي خلاه هكذا؟ ها؟ اللي خلاه هذا عبد الملك نفسه يوقف وراء الشرير، يقول نحن بنو أمية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. خلاص يخالفنا إذا قال برأسه يشيل وراسه وقال أن هذا غير صحيح هذا الحكم، يعني عنقه يضرب يقتل حي على الصلاة. لاحظ فيها أن هذول إحنا أكو عندنا عفو، أكو عندنا عفو بالدنيا أبدا وأبيك، يعني أنت إلا بالسماء وإلا برسل السماء وإلا بمن يجسد رسالة السماء. مثل إيش؟ يعني مثلا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله عفى عن ناس هذول كانوا يستحقون القتل، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عنهم وأمر بإطلاق سراحهم وأحسن إليهم وما قابل إشاءتهم بالمثل. مع ذلك صعد بمكة المكرمة، لما دخل إلى مكة عام الفتح قالوا ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا لا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. جابوا له جماعه جابوا له دول داخلين الى بعض الديار، ودول جماعه ممن اشاء للنبي غايه الاشاءه، ممن كان يحشد عليه يطعم. روح ابو سفيان وحده كافي ابو سفيان، الشوى ما ترك رايه ترفع في وجه الاسلام الا ورفعها، ومع ذلك لما جابوا اله النبي صلى الله عليه واله قال له انا اكلك الى ظهر اسلامك، خلص قبل اسلامه. جابوا له وحشي قاتل حمزه، النبي لما وقف على مصرع الحمزه شاف منظر فظيع، اصابع مقطعه، انف مجدوع، اذان مقطوعه، اعضاء اخرى مقطوعه، الباطن ممزق، منظر مؤلم غايه بالالم. تاثر النبي غايه التاثر. طيب جابيه هذا جايبي له قاتل حمزة وحشي، شال النبي رأسه، وإذا وحشي على رأسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال للنبي أنت أنا قبلت إسلامك، خلاص بس غيب وجهك عني، لا تراويني وجهك بعد، ما أحب أشوفك. هذا كل ما قال له. تأمل نمط العفو. علي بن أبي طالب يطلع منين؟ من المسجد، في مدخل المسجد يوقف له واحد قال لي أنا لا أبايعك وحدك ولا أصلي وراءك بجمعة
ولا بجماعة ولا أخرج معك إلى جهاد. التفت للإمام سلام الله عليه قال له إيه طيب شنو من وراء هذا شنو؟ قال له أدبين لك أني أنا هذا أنا ذني أنا أسويهن. قال للإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دام المسلمون منك في أمان. إذا أنت مواطن ما تضر الناس روح، لا تحبني ولا تصلي ورائي ولا أحتاج صلاتك، تفضل روح روح. ها طبعا التهنمط هذا من الخلق ما تلقى إلا عند من يحمل رسالة السماء أو من يجسد أخلاق السماء، تلقى عند هؤلاء. أما غير هؤلاء لا لا والله شيء نبه لي. فنرضى إذا ما أصبح الشيء راضيا، مو الشكل. ولا أرجوك أرجوك الهادي العباسي يجيبوا له 130 رأس من واقعة فخ، زين يجيبوا له شبايا ومنه أولاد عمه أولاد علي بن أبي طالب، مو الشكل. ومن الأبرار من نمط الحسين ابن علي الخير وأمثاله يوقف يمشي على أشلاء الضحايا ويقلب السيف. بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله لنقبل حكما أو نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. أطفال أكو بالشبايا أطفال أمر بضرب أعناقهم، يعني شيء ما سواه يزيد ابن معاوية أمر بضرب أعناقهم. اتأمل هذولا هذولا أكو عندهم شيء، الله عز وجل يقول العفو عندنا ربك واسع. شوف احنا شو يوميش نقابل الله عز وجل، نقابله بالمعصية بالامتناع عن طاعته بالامتناع عن امتثال أوامر السماء، ومع ذلك الله عز وجل لا يشلبنا عافية ولا يشلبنا طعام ولا يشلبنا شراب. نعمه خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. وإلا العفو الصحيح وين؟ هو عند الله. أما لا غير الأرض مملوءة بغي واعتداء، ما بها عفو. الأرض الأرض بها قساوة، الأرض بها تشفي، الأرض ها. وإلا أرجوك من بعد هالواقعة الفاجعة، من بعد هاللون الفادح من التعدي بواقعة الطاف، يجيبون الشبايا ويؤخذ الرأس ويقعد هذا جيشيل رأس رسول الله، هذا رأس النبي نفسه، لأنه لحمه لحم رسول الله دمه دم رسول الله، يقلب للرأس ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين. هذا الجبين المسجد اللي كان يخشع لله عز وجل، هذا الريحان اللي كان يتنشقها رسول الله. هسه لا رعاية للنبي ولا رعاية لمركز الخلافة ولا رعاية للإنسانية، وبعد زيادة بالتعذيب أن الرؤوس توضع أمام من؟ أمام العيال. أرجوك طفلة وتشوف رأس أبيها أمامها، امرأة وترى رأس أخيها أمامها. وبالفعل كان الإمام سلام الله عليه يحاول أن يجنب العيال هالمنظر، يقول للمنهال لما دخلوا إلى دمشق يا منهال هل معك شيء من المال؟ قلت له سيدي لماذا؟ قال يا منهال ادفعه إلى حامل الروس فليبتعد بالروس عن المحامل. خلي يجنب العيال هالمنظر المؤلم هذا، رأس الحسين أمام أخته ورأس الحسين أمام أطفاله. يا منهال
قال هل عندك ثوب عتيق؟ قلت ما تصنع به شهيدي؟ قال اضعه تحت الجامعة فقد اكلت لحم عنقي. الروشة ادخلت امام العيال والعيال تنظر الى تلك الوجوه وظلت معها الى ان جابوها الى الخربة. لما اوصلوها انتبهت نصف الليل اخت الحسين ونجت الى الرأس الشريف جلست امامه. عشان نعدم لا روح وياك ولا شوف الرجس يضرب ثناياك. يا ريف الهتام لا عدمناك، احنا المثل اليوم وأدى الأمر إلى مصرع يتيمة من يتامى الحسين لمجرد نظرها، لمجرد النظر إلى رأس أبيها. ألحت رقيها على عمتها، قالت عمة لقد رأيت أبي بالمنام وأريد النظر إليه. على ضجيج العيال سأل يزيد ما ليرى الخربة تضج بأهلها؟ قيل له يتيمة للحسين تطلب النظر إلى رأس أبيها. قال ويحكم احملوا لها الطش لعلها تهدأ. أقبلوا إليها بالرأس وهو بالطش، ظنت أن بالطش طعاما. قالت عم لقد عزفت نفسي عن الطعام، أنا لا أريد طعاما أريد النظر إلى أبي. قالت عم ارفع المنديل سترين أباكي. رفعت المنديل وإذا بالرأس أمامها، ألقت بنفسها على الرأس احتضنت. صاحت أبا يا أبا من للنساء الوايعات، أبا يا أبا من للأرامل واليتامى. لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأت. قام الإمام السجاد لعمته قال عمه يرفع يرفع الطفلة، لقد فارقت روحها الدنيا. أقبلت إليها وإذا بها ميتة. نظرت رأسه وطاحت عليه، ثم جفت كما تجف الزهور. أبتاه من لي، أبتاه من لي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.